أرجأ الاتحاد الإفريقي للعبة خلال اجتماعه يوم الثلاثاء في ملعب عاصمة غينيا الاستوائية، أرجأ معاقبة المغرب ماليا ورياضيا بعدما انتهت أعمال اللجنة التنفيذية التي ترأسها الكاميروني عيسى حياتو إلى إرجاء العقوبات لما بعد مسابقة مونديال الأندية التي سيحتضنها المغرب بداية من الأسبوع المقبل وحتى 20 من الشهر الجاري. هذا وسيتم استدعاء فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من طرف الكاف للاستماع لآخر دفعات الجانب المغربي بعد ما قلل حياته من لهجته الحادة التي ظل يهدد من خلالها كرة القدم المغربية بعد عدد من التصريحات الإعلامية بعقوبة قاسية نتيجة للانقسام الذي حدث داخل اللجنة التنفيذية للكاف.